سلطات صنعاء تعلن عن يوم القيامة، وقيادي حوثي يزعم أن الشعب اليمني يعيش أزهى عصوره. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلنت سلطات صنعاء عن يوم القيامة بعد امتلاء مئات المقابر بقتلى جماعة الحوثي بعد 8 سنوات من الحرب. جاء ذلك في ندوة عقدها مجلس الشورى بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي حسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية. وزعم القيادي البارز في الجماعة يحيى أبو عواضة بأن الشعب اليمني يعيش في أزهى عصوره ونعمة من الله بظل ما أسماها المسيرة القرآنية وأعلام آل البيت، وادعى أن ذلك يتطلب التمسك بهم باعتبارهم سفينة النجاة على حد زعمه، ونوه بالحرص على العمل بكل ما يقرب إلى الله والفوز بالجنة وعدم التقصير والتفريط والغفلة عن يوم الحساب على حد زعمه. وأثارت ندوة سخرية واسعة ناشدت محمد العماد رئيس تحرير وملف قناة الهوية بسرعة نفخ في الصور حسب ما ذكره الكاتب اليمني محمد العلائي.